طيب خلينا بقى نفتح الريفت كده. اول لما افتح الريفت هلاقي المنظر اللي قدامي ده، ماشي؟ هتلاقي الشاشه متقسمه 3 اجزاء، فوق وتحت ويمين. خلينا الاول في الجزء اليمين. الجزء اليمين ريسورسز، دي شويه حاجات انفورميشن زي الهيلب كده، يقول لك واتس نيو، الاصدار ده كام؟ ده 2016. هيقول لك ده يفرق ايه عن 2015؟ الاوبشنز الجديده. الهيلب بتاعت الريفت مفيده جدا، يعني انت يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تقف قصادك، مجرد ان انت بتقف على الحاجه ماشي بيروح ظاهر لك. يعني انا وقفت مثلا على السيف، راح ظاهر لك بيقول لك الانفورميشن اللي بتظهر دي حاجه اسمها التول تيب اسيستنت، هنشوفها تاني الوقت. التول تيب اسيستنت ان انت لما بتقف على اي حاجه بيديك شويه انفورميشن عنها. طب لو الانفورميشن دي مش كافيه وانت واقف عليها، دوس اف 1 هيروح فاتح لك الهلب على موقع ايتو ديسك على الحته دي. يعني لو دوست اف 1 دلوقتي هيروح فاتح لي الهلب بتاع اوتو ديسك اللي بتتكلم عن اوبشن السيف. مثلا فين السيستم؟ يعني وانا واقف على الضغط رحت دايس اف 1، راح فاتح لي الهلب بتاعت الضغط ومديني كل الاوبشنز بتاعتها وهيشرح لي كل واحده شكلها عامل ازاي، يعني بتستخدم في ايه. الاسينشال سكيلز في فيديوز، شويه فيديوهات بسيطه كده في اوتو ديسك بتشرح فيها شويه اساسيات في الريفت وكده. الاكستشينج ابس دي الادنز اللي انت تقدر تنزلها وتسطبها للريفت، حاجات اوبشنز مش موجوده في الريفت انت بتنزلها وتسطبها ماشي، تضيف لك الاوبشن ده في الريفت، زي اللي هو 3 دي بي دي اف ده. يعني 3 دي بي دي اف ده مفيش في الريفت امكانيه ان هو يطلع 3 دي بي دي اف، فبروح منزل توله زي الليسب في الكاد كده، بنزل توله اكسترنال تول ادن بنزلها واسطبها، تروح ظاهره لي هنا في التابه بتاعت الادنز، هتظهر لي هنا اي ادنز بسطبها، يا اما تظهر لي في الادنز يا اما تروح عامله لنفسها تابه. في شركات بتبقى عامله الادنز بتاعتها لما تسطبها تظهر لك تابه هنا باسم الشركه، ده في شركة مشهورة اسمها بيم 1. فالاكستشينج اب دي لو فتحتها هتدخلك على الناس بتسوق الابلكيشنز بتاعتها ازاي؟ تروح رافعها على موقع اوتو ديسك اللي هو الاكستشينج ابس. في منها حاجات بفلوس وفي منها حاجات فري وفي منها حاجات ترايل، يعني في حاجات تجربها وبعدين كده اكسباير، وفي حاجات ما ينفعش تفتحها الا بفلوس وفي حاجات فري. لا احنا هنتعرف بس على الانترفيس بتاعته كده. هو مش متسطب عندك ولا ايه؟ ما بسأل عشان كنت لو كنا هنشتغل عليه كنت هسأل بس على البرودكت كده. انا مش فاكر. انت اتسطب كام؟ لا لا البرودكت كي ولا السيريال؟ البرودكت اللي هو 666 او 675. برودكت كي اصلا حاجه مش سر، هتلاقي اوتو ديسك منزلها نفسها على موقع اوتو ديسك. هو ريفت ولا ريفت ام اي بي؟ لا لا 696969 ده سيريال. البرودكت هتلاقيه هنا. اوتو ديسك ريفت 2016 829 اتش 1. قبل؟ خلاص قبله يعني شافه صح؟ بس ده سيريال. لا ده ما هو انت عندك سيريال وبرودكت كي وبعد كده الاكتيفيشن كي. السيريال وبرودكت كي اوتو ديسك منزلهم لك مش سر، يعني ده من على موقع اوتو ديسك. لا ده السيريال، برودكت كي اللي هو بيبقى خمس حروف، ده خمس ارقام مش هتفرق يعني. كده كده المهم الاكتيفيشن، الاكتيفيشن كي اللي هو الرقم الكبير ده. فانت مثلا على الابس اوتو ديسك اهي ومصنفهم لك وتقعد تدور براحتك. النت الشركه اللي هو ريسورسز ديت لازم عشان
اه دي كلها نت. حتى الهلب؟ حتى الهلب في حاجه، في فايل ممكن تنزله اسمه الاوف لاين هيلب، يعني في الهلب دي لو انت عايز مثلا الهلب صفحه النت دي موجوده عندك على الجهاز، في حاجه اسمها اوف لاين هيلب. اه في فايل ممكن تنزله، كان عندي ممكن ابقى اجيبه لكم المره الجايه ان شاء الله، اوف لاين هيلب، بس ما بيبقاش مربوط بدي، يعني مش مثلا تدوس اف 1 يدخلك على الاوف لاين هيلب، ده متبرمج ان هو يدخل على الـ على الاونلاين. تابت ايه؟ انت وصلت بفيرجن كام؟ 2014. بص الادنز دي التابة دي بتبقى موجودة لما تسطب ادنز، ماشي؟ 2015 وما بعده نازل بشوية ادنز فهتلاقيها دايما موجودة، 2014 نازل من غير ادنز، 2013 نازل من غير ادنز، فانت لو سطبت اي ادنز هتلاقي التابة دي ظهرت. ايه؟ انا حاطط الداتا على الجهاز ومفروض هم هيدوكوا البرنامج نفسه. اه يعني الداتا اللي هي اسمها انجو سوفت ريفت ام اي بي كورس دي، دي المفروض تاخدوا الفولدر ده على بعضه كده، هتبقى مع الاي تي بقى القصه دي. يبقى الجزء اليمين ده كله حاجات زي الهيلب كده والاكستشينج ابس. طيب لو انا عايز اجيب، خلينا الاول نمشي بالترتيب. البروجكتس عندك هنا، دي النص اللي فوق ده خاص بالبروجكتس، الجزء اللي تحت ده خاص بالفاميليز، هو كاتب لك هنا في البروجكتس لو دوست اوبن هيعمل اوبن لايه؟ لبروجكت. طب لو دوست اوبن تحت هيعمل اوبن لفاميلي، لو دوست اوبن شايف بيقول لي اول سبورتد فايلز، ممكن اقول له بروجكت فايلز بس، يعني شوف لي بروجكت فايلز اللي هي الار في تي. اوبن بروجكت لو انت فايل موجود وهتفتحه. طب لو عايز اكريت فايل جديد هقول له نيو بروجكت، هيروح ظهر لك الشكل ده. طب ايه اللي مكتوب ده؟ كونستراكشن تمبلت، اركتكتشر تمبلت، ستراكشر تمبلت، ميكانيكال تمبلت. لو انا جيت افتح فايل جديد انا قلت اول حاجه بتعملها ايه؟ فين القالب اللي هتحط فيه مشروعك التمبلت بتاعك؟ هقول له نيو، فبيقول لي انت عايز تفتح بروجكت ولا بروجكت تمبلت، يعني انت هتفتح نيو ايه؟ بروجكت ولا بروجكت تمبلت؟ انت هتكريت ايه؟ انا هكريت مثلا بروجكت. لو انت هتفتح تشتغل تعمل بروجكت تمبلت قول له بروجكت تمبلت، لا انا هفتح اعمل بروجكت فهقول له كريت نيو بروجكت. التمبلت فايل القالب اللي هتحط فيه مشروعك ده ايه؟ ممكن اقول له نن، افتحه لي كده من غير قالب، تقعد بقى تظبط كل حاجه من اول وجديد، او يكون ظاهر عندك شويه تمبلتس هنا وهتلاقيهم موجودين هنا. طب لا انا مش عايز التمبلتس دي، انا عايز تمبلت تانية انا حاططها عندي على الجهاز، قول له براوز وشوف انت حاطط التمبلتس بتاعتك فين. مثلا حاطط تمبلتس هنا جنرال داتا تمبلتس، اقول له مثلا اللي هو التمبلت اسمه درينج تمبلت 600 سي 1 مثلا، ده التمبلت اللي انا عايز اختاره، اقول له اوبن بس. يبقى انا لا هفتح نيو بروجكت بالتمبلت ده، لو دوست اوكي هيفتح نيو بروجكت بالتمبلت ده بالاعدادات دي. هنا الفايلات اللي ظاهره دي الريسنت فايل، الفايلات اللي كنت فاتحها قبل كده بتظهر، البروجكتس اللي كنت فاتحها قبل كده بتظهر لي هنا، الفاميليز اللي كنت فاتحها قبل كده تظهر لي تحت هنا، دي ريسنت فايل. عندي تحتيها هنا الفاميليز، اوبن هيفتح فاميلي موجوده عشان تعدل عليها مثلا، او نيو هكريت فاميلي جديده. بص لو جيت قلت له نيو راح فاتح لي على طول فولدر بتاع الفاميلي تمبلتس، بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل مثلا دكت تي، ولا عايز تعمل دكت البو، ولا دكت كروس، ولا عايز تعمل دور، انت بتختار تمبلت بتاعك نوع الفاميلي اللي انت هتكريتها ايه. نيو كونسبشوال ماس دي حاجه خاصه بتوع معماري، مالناش دعوه بيها، بيعملوا حاجه اسمها كونسبشوال ماس. اوتو ديسك سيك الاكستشينج ابس ده
موقع لاوتو ديسك عليه برامج، عليه ادنز للريفت. اوتو ديسك سيك موقع عليه فاميليز، هتلاقي سيك دوت اوتو ديسك. تفتح بقى تلاقي اي فاميلي انت عايزها. الشركات مصنعه كبيره جدا كتير جدا، كارير بقى، يورك، هيتاشي، الفايكنج، فايكنج اللي هي بتاعت السبرينكلرز والحاجات دي، كل الكلام البرودكت بتاعتها عامل لها فاميلي، وفاميلي نظيفه كده وموجوده، بحيث ان انت بدل ما تقعد تكريت فاميلي تنزلها جاهزه. انا مثلا عايز، وفي هنا بلوكات كاد على فكره برضو، يعني مش فاميليز بس، وفي حاجه يعني هنا بيقولك انت عايز تدور فاميليز لريفت ولا بلوكات كاد ولا كاد 2 دي ولا كاد 3 دي ولا حاجات ل 3 دي ماكس ومايا ولا سكتش اب، تختار انت عايز البلوكه اللي تطلع لك دي بتاعت ايه. انا هقول له مثلا عايزها للريفت. انت عايز ايه للريفت؟ هقول له مثلا فايكنج سبرينكلر، بس خلي بالك ان انت لازم تكون محتاج ان انت تعمل اكونت على اوتو ديسك، او اكونت فري، تعمل اكونت فري عادي. هتلاقي راح جايب لك اهو، جايب لك فاميلي ماشي، ومديك انواعها، يعني دي ابرايت ماشي، وغالبا كمان ممكن تلاقي حاطط لك معاها كتالوج. ممكن تقول له مثلا انت عايز تشوف الفاميلي دي شكلها عامل ازاي في 3 دي من غير ما تنزلها ولا تفتحها في الريفت، هتلاقيها كاتب لك 3 دي اهي. لو دوست عليها كده يروح فاتح لك حاجه زي 3 دي كده، تتفرج على الفاميلي شكلها عامل ازاي قبل ما تنزلها ولا تحملها عندك في الريفت. الصفحة هنجت. الموقع ده ممكن مثلا تكون انت محتاج فاميلي بصورة معينة، تفتح الموقع تلاقي فاميلي بس مش بكل الامكانيات اللي انت عايزها، نزلها وعدل عليها بدل ما تعمل واحده من اول وجديد. لان احيانا هنا بتلاقي فاميليز معموله، يعني هتتاكد ان اللي عاملها هو واحد شغلانته دي ان هو يقعد يعمل فاميلي. يعني الشركات دي مثلا عامل قسم ان هو وظيفته ان هياخد الكتالوج وياخد البتاع اللي عاملينها دي ويقعد يعملها لك 3 دي فاميلي كنوع من التسويق للشركه. ممكن انت ما تكونش فاضي، يعني مثلا انت في المنظر ده بتاع السبرينكلر ده انت مش فاضي تقعد تعمله في الريفت، هتاخد منك تفاصيل وتاخد منك وقت، مش فاضي ان انت تضيع وقت علشان تعمل حته سبرينكلر. فتلاقي ناس كتيره بتروح عامل لك السبرينكلر حاجه شبه دي كده، حاجه عامله زي الصباع كده بس ايه، رمز كده هيربط على بايب واسمه سبرينكلر يظهر في السكادولز. جذب حاله هنج ليه كده؟ قفش مرة واحدة كده. بتاع الاي تي ده مش هينفع راستر بصراحة، مش هينفع مرة واحدة فريز.
بقاله شوية كده، بقاله كتير ممكن خمس دقايق. I
اخر حاجه قلناها اللي هي الاوتو ديسك سيك، هي تدخل تجيب فاميلي. لا هو بيقول لي رجعه. ماشي. طيب ده الجزء بتاع الفاميليز وده الجزء بتاع البروجكتس. في عندي التبدي والحاجات دي لما افتح البرنامج، يعني لما افتح مشروع هناخدها بقى حته حته. انا عايز اتعرف دلوقتي على ايقونه الريفت دي. لو دوست عليها كده هيظهر لك منها نيو، بيقول لك بقى انت عايز تعمل نيو بروجكت ولا هي زي دي. الريفت خلي بالك ان هو في نقطه ان انت في حاجات ممكن تلاقي نفس الحاجه تتجاب من كذا مكان. يعني مثلا هنا اهو في اوبن هنا وفي هنا اوبن، يعني انت عايز تعمل اوبن فاميلي دوس هنا اوبن عند الفاميلي، عايز تعمل اوبن بروجكت دوس اوبن عند البروجكت. ممكن هي تيجي من اوبن تقول له انا عايز افتح اوبن بروجكت او اوبن فاميلي، نيو عايز افتح نيو بروجكت او نيو فاميلي زي اللي هنا. في عندك سيف از، في عندك سيف از بروجكت، ان انت هتسيف بروجكت مثلا عايز تغير اسمه فاعمل له سيف از وغير اسمه سيف از بروجكت، او سيف از فاميلي، او سيف از تمبلت. انت مثلا فتحت بروجكت من الزيرو، قعدت كل لما تيجي قدامك حاجه تروح مظبطها، ظبطت بقى الكونكشنز بتاع البايبس والوان البايبس والسيستمز والمش عارف ايه والتاجات شكلها عامل كذا، ظبطت كل حاجه عندك. اه طيب انا عايز الفورمة دي اي مشروع تاني اطبقها فيه، سايف المشروع بتاعك على جنب وبعدين روح عامل سيف از بروجكت، تاخد منه نسخه تانية يعني، او اعمل له سيف از تمبلت بس امسح كل اللي فيه، يعني امسح الحاجات المرسومه، سيب الاعدادات. انا دلوقتي وانا شغال اول لما فتحت نيو بروجكت من غير اي تمبلت، فبرسم البايب طالع لونها ابيض، برسم الضغط طالع لونه ابيض ومن غير ماتيريال ولا اي حاجه. فرحت ماسك المشروع مظبطه، قلت له لا البايبس خلي لونها كذا، والسيستمز اللي عندي كذا، والضغطات خلي شكلها عامل كذا، مثلا لما تيجي توصل بايب ببايب خلي الالبو الكوع ده مثلا كوع ويلدد ولا بفلانشه ولا ثريدد ولا شكله عامل ازاي. الاعدادات دي ظبطتها في مشروع تمام، مش عايز اظبطها في مشروع تاني. بعد ما تخلص امسح الرسمه، لان احنا قلنا التمبلت ده عباره عن ايه، ورقه مسطره بس فاضيه مش مكتوب فيها حاجه. فانا همسح الرسمه بس الاعدادات اللي انا كنت عاملها لسه موجوده. ماشي. فرحت ماسح الرسمه ورحت عاملها سيف از تمبلت، راح واخد الاعدادات دي كلها، بقى عندك تمبلت بالاعدادات اللي انت كنت ظابطها. يعني انت مثلا مش شرط ان انت عجبك مشروع الاعدادات بتاعته تروح فاتح نيو تمبلت وتقعد تبص هنا عمل ايه وتروح عامل هنا، تبص هنا مش شرط ان انت تعمل كده. اسهل لك ان انت افتح الفايل نفسه، امسح الرسومات اللي جواه واعمل له سيف از تمبلت، هيتسيف معاك كتمبلت. هيتسيف كتمبلت بس لما تيجي تسحبه تعمل نيو بروجكت وتسحب التمبلت هيظهر لك بالرسمه. طيب انا مثلا الفايل بتاعي ده وانا شغال احتجت فاميلي بتاع رشاش حريق سبرينكلر، رحت جايب فاميلي ومسقطها جوه الفايل، خلاص بقت جوه الفايل. احتجت فاميلي بتاعه مش عارف ميكانيكال اكيوم، قعدت كل ما احتاج فاميلي اروح مسقطها، فبقى عندي 500 فاميلي في المشروع. انا عايز اخد ال 500 فاميلي دولت احطهم على جنب، لان الفاميلي دي بتبقى كل فاميلي فايل، انا عايز اخدهم كده. كل انت ما بتنزلها من على النت بتبقى شكلها عامل ازاي، كل فاميلي محطوطه في فايل انا عايز اطلعهم. انت ممكن كل واحده تكريتها لوحدها وتحط لها بارامترز لوحدها وتعدل فيها لوحدها. انا دلوقتي عايز
بس ممكن تروح ساحبها وحاططها جوه الريفت. خلاص بقى المشروع ده او التمبلت ده في الفاميلي بتاعته. طب انا عايز بقى اعكس العمليه دي، عايز الفاميليز دي ابعتها لحد، ابعت مثلا انا عندي التمبلت بتاعي في شويه فاميلي حلوه، عايز ابعت لك الفاميلي من غير ما ابعت لك التمبلت. اروح اعمل سيف از بطريقه معينه يروح مطلع لي فايلات الفاميلي بس، كل فاميلي لوحدها كده، تروح مسيفهم في فولدر وبعتهم لحد. دي بتيجي منين؟ هتقول له سيف از لايبراري. اما تدوس سيف از لايبراري هتلاقي فيه ظهر بتاع بس باهته شويه، اهي فاميلي. لو انا فاتح مشروع ودوست عليها هيديني اوبشن ان انا ممكن اسيف كل، اطلع كل، اعمل اكستراكت لكل الفاميلي الموجوده في المشروع، بحيث بقى ان انا ابعتها لحد اعمل فيها اي حاجه، ده براحتك. وممكن تختار ان انت تسيف فاميلي معينه، يعني مش شرط كل الفاميلي. انا مثلا عايز اخد فاميلي معينه، مثلا فاميلي دمبر، هروح فاتح هتلاقي معلم لك اول فاميليز او سبيسيفيك فاميليز، وتختار انت عايز تطلع ايه. في عندي هنا اكسبورت، اكسبورت ممكن تطلع كادا، لان انت الشيت الباندا اللوحه بتاعتك ماشي في الغالب اللي بيتسلم بي دي اف وكاد وموديل. لو انت بتتعامل مع يعني انت لو ما لو العقد بتاع المشروع ريفت بتسلم ايه؟ بتسلم كادا وبتسلم بي دي اف وبتسلم يعني نفس اللوحه دي بتسلمها كاد وبي دي اف وبتسلمها موديل. الموديل خلاص هو فايل واحد هتبعته. طب انا عايز اطلع الشيتات دي عايز اطلعها كادات، اعملها منين؟ هقول له اكسبورت وهتلاقي فيه كات فورمات ممكن تطلعها دي دبليو جي دي اكس اف اللي انت عايزه، طلع طبعا دي دبليو جي. في عندك مثلا اكسبورت في جي بي اكس ام ال، دي اللي انا قلت لك عليها اللي هو ده بيتكلم مع برامج الكالكوليشن، هو عايز يطلع ريبورت للالهاب يقراه، فبيروح عامل ايه؟ اكسبورت جي بي اكس ام ال. في هنا اكسبورت اي اف سي، لو انت عايز تطلع الموديل ده كاي اف سي عندك اكسبورت اي اف سي. في عندك ايمج اند انيميشن، لو انت عندك مثلا لقطه كده صوره عايز تبعت لحد تقول له والله انا عندي مشكله، بتروح فاتح ال 3 دي وفاتح مش عارف السنيبنج تول بتاع الويندو وتروح واخد له سكرين شوت كده وبعتها له، بس طبعا بتطلع مبكسله، لا طالع الريزولوشن بتاعها وحش. طب انا عايز اطلع صوره كده اتش دي، يعني صوره نظيفه للشكل ده، انت ممكن الريفت يعمل لك اكسبورت ايمج وتطلعها وتتحكم في الريزوليوشن بتاعها وتطلعها بصيغه تي اي اف اف ولا جي بي جي ولا صيغه الصور عادي، او تطلع حاجه اسمها ووك ثرو. ووك ثرو دي مش بتشوف فيديوهات ساعات حد مثلا بيتكلم عن الريفت جايب لك فيديو واحد ماشي جوه مبنى، هو ده الووك ثرو. تيجي مثلا في البلان تروح راسم له مسار تقول له اعمل لي ووك ثرو وترسم له مسار كده، يعني انت امشي في المسار ده وتعمل له اكسبورت كفيديو يطلع لك اي في اي ام بي 4. الريبورتس دي اللي هي مثلا هطلع الاسكادولات، بس رخامه الريفت ان هو بيطلع الاسكادولات لفايل تكست بيفتح بالنوت باد، تروح فاتحه ورميه جوه الاكسل. طب ما ينفعش الريفت يطلع على طول الاسكادولات على طول اكسبورت الاكسل لوحده؟ ما ينفعش، في اكسترنال تول اسمها ريفت تو اكسل بتروح بتنزل لك هنا في الادنز تقدر تخليك انت تطلع الاسكادولات دي تطلعها اكسل على طول. انا حاطها لكم برده في الفولدر نفسه. دي اهم حاجات بنتعامل معاها. هتيجي هنا في حاجه بقى اسمها اوبشنز. اوبشنز دي هتفتح هتلاقي فيه هنا جنرال. جنرال دي بيقول لك سيف ريمايندر انترفال وسينكرونايز والسنتر ريمايندر انترفال. يعني ايه الكلام ده؟ الريفت ما فيهوش اوتو سيف، يعني مش زي الكاد، الكاد اللي هو اوتو سيف وكل 10 دقايق والكلام ده ما فيهوش اوتو سيف ما بيسيفش لوحده، بس في ريمايندر اللي هو سيف ريمايندر انترفال. يعني مثلا هتقول له 30 دقيقه كل نص ساعه روح ظاهر لك ويندو كده بيقول لك خلي بالك انت ما سيفتش من نص ساعه،
تسيف ولا نو؟ يعني كل شويه بيفكرك كل نص ساعه. سينكرونايز والسنترال ريمايندر انترفال ده لو الفايل بتاعك سنترال هيفكرك بايه؟ هيفكرك ان انت تعمل سينكرونايز. سينكرونايز اللي هي المزامنه، ان هو شغلك بتروح رافعه على الفايل السنترال، هنجي له لسه في الاخر. اليوزر نيم اللي هو ريفت ام اي بي مش عارف ايه، ده اللي بياخدها من اسم الجهاز وممكن تغيره عادي. عندك اليوزر انترفيس، انت ظاهر عندك كام تابه؟ الاركتكتشر والاستراكشر والسيستم، دي اللي هي الام اي بي. انا مش عايز اظهر الاركتكتشر والاستراكشر، شيل الصح من عليهم ودوس اوكي، تقدر تخفي التابتين دول. خلاص بقى اول تابه عندك سيستم. عندك في اختصارات في الريفت وبنستخدمها كتير جدا زي الكاد، يعني مش الريفت كله بالماوس وبتاع، لا في اختصارات بنستخدمها كتير وبتبقى اسرع بالنسبه لك، لان انت عندك التوله. انا ممكن ادخل على سيستم كده مثلا واختار ادوس على دكت. طب انا كل ما اجي ارسم دكت هدوس سيستم واروح دايس دكت؟ لا، لو انت وقفت على اي ايقونه بيظهر لك معلومات عنها وجنب اسمها لو ليها اختصار بيحطوا لك بين قوسين. يعني انا كاتب لك دكت بين قوسين دي تي، يعني وانت جوه الموديل لو رحت دايس دي تي هيروح راسم لك دكت، هيدخل جوه امر الدكت. الكيبورد شورت كات فيها امكانيه بحث، يعني هي حاجه متطوره شويه عن الفايل الجي بي جي بتاع الكاد ده البي جي بي. مثلا عايز اعرف امر الضغط ايه، هقول له اكتب له مثلا ضغط، راح كاتب لك اهو، بقول لك ضغط ولا ضغط بليس هولدر ولا ضغط فيتنج مثلا. ضغط، الضغط اختصاره دي تي. طب انا عايز اخليه دي تي او دي يو، اقف على الضغط واقول له دي يو واقول له اساين، بقى الضغط ليه اختصارين. طب انا عايز امسح الدي يو، اقف عليها واقول له ريموف. وهنا ما بتحتاجش في الشورت كاتس بتاع الريفت، لما بتعدلها ما بتحتاجش تعمل ريستارت للريفت، مش زي الكاد. الكاد تقفل الكاد لما تعدل اختصار، تقفل الكاد وتفتحه عشان الاختصار يقرا معاك. في الريفت لا، يعني انت ممكن تقعد تكريت اختصارات وانت شغاله عادي. هنا ممكن اقول له اظهر لي الحاجات اللي معمول لها اختصارات بس، اول ديفايند، فهنا ظاهر لك كل الحاجات كل الاوبشنز اللي معمول لها اختصارات، او اقول له اظهر لي كل اللي مش معمول له اختصار، all not defined. نفس القصة برضو في الكاد، انت عايز لما تيجي تتحرك من شركة لشركة او مكان لمكان تاخد فايل البي جي بي بتاعك. طب انا عايز اخد فايل الاختصارات بتاعي، تعمل له اكسبورت سميه بالاسم اللي انت عايزه، بيطلع بس بيطلع اكس ام ال، وخده معاك ارفعه على الميل اي حاجه. تروح اي مكان عايز الاختصارات بتاعتك قول له امبورت واختار الفايل، يروح مطبق لك اختصاراتك بدل ما تقعد تعمل كل اختصار لوحده تاني. ما ده لسه هنجيله. بص في، ما هو اللي ما قداموش حاجه، يعني انت عندك، انت كتبت كده ضغط ماشي، عندك بيقول لك ضغط وكاتب لك قصادها دي تي اهو كوماند والشورت كات، وبيقول لك تجيبها منين، يعني بيقول لك اهو الباص بتاعها تروح سيستم وهتلاقيه في الاتش فاك. انت عندك ضغط بليس هولدر، الشورت كات بتاعها ايه؟ ملهاش. ممكن اروح كاتب لها اي اختصار واعمل له اساين. في عندك الدبل كليك اوبشن، دي دايما بسيبها ديفولت، بس بتاعت ايه الدبل كليك اوبشن؟ انت عندك في اليمنت موجوده، عندك مثلا ضغطات بايبات، عندك فاميليز مثلا مكن، عندك البوهات فيتنج، اي حاجه موجوده عندك. لما تدوس دبل كليك على حاجه يعمل ايه؟ ايه الكوماند اللي ياخده لما تدوس دبل كليك؟ هو هنا بيحدد، بيقول لك اهو لو انا الفاميلي دوست عليها دبل كليك يعمل ايه؟ فبيقول لك الديفولت بتاعها ان هي يعمل اديت فاميلي، هيروح داخل جوه الفاميلي اديتور علشان تعدل في الفاميلي. ممكن اقول له لا دو ناثينج، لو دوست دبل كليك على الفاميلي ما تعملش حاجه، ما تدخلش جوه الفاميلي.
مثلا لو جيت هنا في السكتشد اليمنت مثلا رسم دكت قلت له ده رحت دايس عليه دبل كليك هيعمل ايه؟ هيروح مفعل البروبرتيز بتاع الدكت عشان اعدل فيه. لو انا واقف في لاي اوت في شيت، مش انت عندك اللاي اوت الفيو بورت ممكن تاكتيفه او تعمله دي اكتيفيت، بس هنا الفيو بورت مش لو عملت زوم بيروح ضارب زي الكاد، لا هنا ماسك عادي، يعني انت ممكن تدخل تعمل ترسم في الشيت عادي. فبقول لك انت لو دوست دبل كليك اوت سايد فيوز اون شيت، يعني الشيت اهو لو دوست دبل كليك بره هيعمل ايه؟ هيعمل دي اكتيفيت، لو دوست انسايد هيعمل اكتيفيت. التول تيب اسيستنت اللي هي لما بتقف على حاجه بيقول لك ايه دي، هنا بيقول لك حجم المعلومات اللي انت عايزها قد ايه، ما يظهرش حاجه خالص ولا مينيمال ولا نورمال ولا هاي. هاي دي احيانا بيجيب لك حته بيظهر لك زي انيميشن صغير كده، مثلا اعملها هاي ان هو لو في انيميشن يظهر. Enable recent files page at startup. recent files اللي هي دي، لو انت مش عايز تشوف الريسنت فايل هنا الغي دي. عندك في الجرافيكس، في الجرافيكس لو يعني ايه لو حسيت ان البرنامج تقيل او بيعمل مشاكل مع كارت الشاشه الغي الاختيار اللي هو اليوز هاردوير اكسلريشن، ودايما معظم الناس هتلاقي كاتب لك unknown فيديو كارد، ان هو ده مش فيديو كارد من اللي الريفت بيدعمه. فانت كامان شيل اللي هي اليوز هاردوير اكسلريشن. عندك بقى الكالرز، الباك جراوند. الباك جراوند انت شغال في الكاد على خلفيه بيضاء ولا خلفيه سوداء ولا لونها ايه؟ الباك جراوند انت ممكن تختار اي خلفيه، انا عايز الباك جراوند بتاعتي في الريفت وانا شغال خلفيه بتاع الريفت مثلا سودا زي الكاد ماشي. حد تاني بتوع المعماري دايما بيحبوا يشتغلوا بيها بيضه، هم الوحيدين اللي بيعرفوا يشتغلوا عليها بيضه المعماري والاستراكشر. في اللي قبل 2016 كان هنا الكالرز الباك جراوند حاطط لك اوبشن واحد كاتب لك انفرتد باك جراوند، يعني يا ابيض يا اسود. في 16 و17 مديك اوبشن ان انت ممكن عايز اخلي الخلفيه بتاعه الموديل حمراء، يعني انا وانا شغال عايز الخلفيه بتاعه ريفت لونها احمر عادي براحتك، مديك اوبشن ان انت تغير كده. اما في اللي قبل 2016 كان هو يا ابيض يا اسود، لو قلت له انفرتد هيحط لك سودا، شلت الصح من جنب البوكس بتاع انفرتد ده هيحط لك لونها ابيض. عندك بقى السليكشن والبري سليكشن والاليرت. السليكشن لو انا جيت على اي اليمنت مرسوم ورحت دايس عليه كليك، مش انت لما تعمل سليكشن على اي حاجه بتاخد لون تاني؟ اللون ده يبقى ايه؟ انا هنا مثلا عاملها له ازرق. البري سليكشن انا جيت عليها وقفت عليها بالماوس بس ما دوستش كليك، ده اسمه بري سليكشن. السليكشن انا جيت عليها ورحت دايس كليك، اما البري سليكشن انا جيت عليها كده عمل عليها هايلايت بس ما دوستش كليك، ما سلكتهاش يعني. فالبري سيليكشن انت عايز لونه يبقى ايه؟ ممكن تغيره برضه. الاليرت انا عندي مثلا بتاع دي مالها معوجه كده. حاسس بيها. عندي مثلا ضغط كده والضغط ده نازل بقلبه، تخيلوا ان ده قلبه تمام. وانا هنا مثلا عندي في دكت برانش طالع كده، وده التيك اوف بتاعه. فانا ايه جيت على البرانش ده
قلت ايه هزيحه يمين شويه، فانا عمال احركه يمين 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 وهو عادي بيتحرك معايا ولسه رابط على الضغط اللي هو المين، لغايه ما يجي عند منطقه، هيجي عند منطقة مثلا ان مش ده فيتنج، تيك اوف ده فيتنج وده، طب ينفع فيتنج يركب على فيتنج؟ يعني دي تنفع تركب؟ فاول لما يجي عليه ده ايرور، هيروح مديك اليرت، اما يديك اليرت هيروح منور لك الاثنين دول، هيعمل لك يلونهم لك بلون، اللون ده ايه؟ هو ده الاليرت. مثلا ان انت مش عارف حاجة بتحركها فهتفك، حاجتين مربوطين في بعض فهيفك، يروح مديك اليرت، يروح مديك اللون ده. الفايل لوكيشن، انت عندك، مش انت عندك هنا ظاهر لك شويه تمبلتس هنا في الواجهه؟ طيب انا مش عايزهم يظهروا، انت عندك تمبلت بتاعك، انت التمبلت اللي هو اسمه بلامنج تمبلت ده، انا عايزه هو اللي يبقى ظاهر لي على طول بره. خلاص عندك درينج تمبلت سي 1، يعني التمبلت بيظهر هنا بتجيبه من الفايل لوكيشن بتضيفه هنا بس. ديفولت باس فور يوزرز فور يوزر فايلز، لو انت شغال الفايل بتاعك سنترال هو بيعمل حركه حلوه عشان يسيفك، بيروح ساحب حاجه، بيروح ساحب من السنترال ده نسخه لوكال، بس لوكال مربوط بالسنتر، مش لوكال واقف لوحده، لا لوكال مربوط بالسنتر. لازمته ايه اللوكال ده؟ ان انا وانا شغال شغال على اللوكال، لما اعمل سنكرونايز شغل اللي عملته على اللوكال يروح رافعه على السنتر، يبقى لو السنتر ضرب عندي لوكال. احيانا وانت شغال تلاقي السنتر ضرب، تيجي تعمل سيف يقول لك فايل نوت سيفت، فانت جاست بس ان انت بتكريت نيو لوكال وخلاص. اللوكال ده بيتسيف فين؟ في الباص ده، هتلاقيه في الدوكيومنتس فايلات ريفت بتظهر كده. الديفولت باص فور فاميلي تمبلتس فايل، لما تيجي تدوس نيو فاميلي ويروح فاتح لك براوز كده ويقول لك اختار الفاميلي تمبلت، لما بيفتح البراوز المكان اللي بيفتح فيه البراوز انه مكان هو ده سي بروجرام داتا اوتوديسك ار في تي 2016 فاميلي تمبلتس انجلش، هو بيظهر بيفتح الباص ده. البوينت كلاود دي البوينت كلاود دي حاجه خاصه اللي هي ال 3 دي ليزر سكان، فايل ال 3 دي ليزر سكان اللي هو البوينت كلاود. ايه الرندر دي بتاع المعماري؟ الفيو كيوب اللي هو لما تبقى واقف في ال 3 دي هنجيله تاني، بيبقى ظاهر لك 3 دي كيوب مكعب اللي هو ال 3 دي اللي ممكن تلف منه وتتحرك منه والكلام ده، عايز تشوفه ولا لا؟ عايز يظهر لك فين؟ فوق على اليمين ولا تحت على اليمين ولا على الشمال؟ ممكن تحكم فيه دايما، ده بنسيبه الحاجات دي بنسيبها ديفولت يعني. الفيو كيوب سايز اوتوماتيك ولا صغير ولا لارج؟ الماكروز دي حاجه خاصه ببرمجه الريفت، الناس اللي هم بيشتغلوا الديفلوبرز هم اللي بيشتغلوا البتاعة دي زي الاكسل كده، يعني دي جنرال انفورميشن عن الاوبشنز في الريفت. لغاية هنا في حد عنده اي سؤال؟ عشان المرة الجاية ان شاء الله هنفتح البرنامج. حد مش فاهم حاجة؟ لا خلينا صراحة من الاول كده. اكيد انا لا انا بتكلم يعني كجنرال، في حاجه مثلا حد في معلومه تايهه بالنسبه له حاسس ان الدنيا